رحلة الإسراء والمعراج كما لم تعرفها من قبل. في منتصف الليل كان النبي عليه الصلاة والسلام في بيته حتى دق الباب. فتح النبي عليه الصلاة والسلام الباب فوجد جبريل عليه السلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرا؟ فقال جبريل عليه السلام: استعد، فإنك ضيف الله هذه الليلة. فارتدى النبي أعظم ثيابه وخرج إلى باحة المسجد الحرام، فوجد ميكائيل عليه السلام ومعه البراق، دابة بيضاء اللون، أعلى من الحمار وأقل من البغل طولا. فلما اقترب النبي عليه الصلاة والسلام نحو ميكائيل رآه البراق، انخفض كرامة وتحية للنبي عليه الصلاة والسلام. ركب النبي ومعه جبريل عليه السلام وميكائيل، وانطلقوا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد الأقصى، ففوجئ بالأنوار والزينات والملائكة وكل أنبياء الله. فبدأ جبريل عليه السلام بتعريف النبي على الأنبياء: هذا أبوك آدم، وهذا أخوك إسماعيل، وهذا وهذا. سلم الرسول عليه الصلاة والسلام على جميع الأنبياء، واصطفوا كلهم لصلاة الصلاة الإبراهيمية في المسجد الأقصى. بدأت الرسل تصطف وخلفهم الأنبياء كل حسب درجته، وحولهم الملائكة. ثم نادى جبريل عليه السلام فجأة: يا محمد. فقال عليه الصلاة والسلام: لبيك يا أخي. قال جبريل: تعال إلى المحراب وصل بنا، فإن إله العرش قد أعلى لك قدرا. صلى الكل خلف رسول الله، ثم عاد كل الرسل والأنبياء إلى مكانهم العلوي في السماوات، وأخذ جبريل عليه السلام محمد عليه الصلاة والسلام، وعرجوا نحو السماء، ففتحت لرسول الله أبواب السماوات، وفي كل سماء قابل نبي من السابقين وسلم عليهم، إلى أن وصل إلى الخليل إبراهيم عليه السلام متكئا على البيت المعمور. فقال الرسول عليه السلام: مرحبا يا أبتاه. فقال إبراهيم عليه السلام: مرحبا يا محمد، أبلغ أمتك مني السلام، وأن تراب الجنة ريحها طيبة وغرسها. ثم صعد جبريل عليه السلام إلى العلا، وعند مكان معين توقف جبريل عليه السلام وأشار إلى محمد: تقدم أنت يا محمد. فتعجب النبي وقال: وأنت؟ قال: لا، هنا الحال يفترق. قال النبي: أفي مثل هذا المكان يترك الخليل خليلة؟ أنت أدرى بدروب السماء من دروب الأرض، وأنت كبير الرحلة، وأنت الذي تصحبني، والآن أنت وقفت، فكيف أتصرف أنا؟ فرد جبريل عليه السلام: هذا خط أحمر لا أستطيع تجاوزه، وما منا إلا له مقام معلوم، أنا لو تقدمت خطوة لاحترقت، أما أنت تقدم كلما تقدمت اخترقت. فوقف النبي حائرا، فإذا بدفعة تأتيه فيزج به في عالم الأنوار. كلما صعد النبي حتى يسمع صرير الأقلام وهي تكتب وتقدر الأرزاق، ثم يعلو ويعلو حتى يجد نفسه وهو يدوس بساط أنس الله، ففوجئ بكرسي عرش الرحمن، فانهار ساجدا إلى الله العظيم جل جلاله. فلما رفع من سجوده قال: التحيات لله، والزاكيات لله، والصلوات لله، والباقيات الصالحات لله. فناداه مولاه: السلام عليك أيها النبي، ورحمتي عليك. فقال محمد: السلام علينا وعلى عبادك الصالحين، أشهد أن لا إله إلا أنت. فقال جل جلاله: وأنا أشهد أنك أنت نبي ورسولي.